بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم مجددا في الدرس الثاني من دروس الـ HTML اللي مخصص في موضوع الـ Text Formatting Elements للغة الـ HTML. ابتدأناه في المحاضرة السابقة في الدرس الرابع، اليوم في الدرس الخامس حنتكلم عملي وحنطبق الكلام عملي. بنيجي الآن على موضوع الـ Outline اللي شرحناها بالدرس السابق، وبنتكلم الآن كيف إحنا بنطبق الكلام هذا تطبيق عملي على أرض الواقع. إحنا الآن في مثال موجود عندي، المثال هذا موجود عندي هنا، مثال على السبلايم تكست. إجينا بنطلع كل التفصيلات الموجودة أمامكم، إحنا مبرمجينهم خلصين، يعني أوريدي في هذا المثال تم تطبيق كل الأوامر اللي إحنا حكينا فيها، تم تطبيقها كاملا في الدرس الرابع HTML Text Format Full Example. الآن بنيجي بنطلع كيف الاكسكيوشن لهذا الأمر، نيجي بنطلع حتى نبدأ نبلش نبدأ من أول وجديد. بنفتح الدرس هذا، هي الملف Lesson for HTML Text Format Full Example HTML. بنبدأ هنا الآن، بنرجع نفسر كل جزء من الأجزاء هذه، إيش اللي صار فيه في الكود البرمجي. أنا هنا بدي أشرح بناء على الناتج اللي ظهر عندي على الشاشة، بدي أعرفكم الآن هذا الناتج من وين نتج، أو من وين إحنا شفناه، يعني إيش المصدر البرمجي لهذا الناتج. أول شيء هذا عبارة عن هيد 1 أو الهيد لاين 1 H1. بنتكلم عن H1، بنحكي عن IT Senior Lecturer and Professional Business Developer دكتور محمد أحمد غزال، وكأنه الآن بده يكون عندي صفحة رئيسية حتعبر محتواها عن الدكتور محمد غزال كمحاضر سينيور وكإنسان بيزنس ديفلوبر اللي هو محترف، يعني مطور أعمال محترف. طيب الآن هذا المحتوى حيدندن حوالين هذه البروفيشناليزم، يعني على هذه المهنة أو على هذه المواصفات الخاصة في الدكتور محمد غزال. بنيجي الآن هنا حيكون في زي إيش سيكشن، قبل السيكشن حيكون عندي HR هوريزنتال رول، هذا عبارة عن هوريزنتال رول وماخذ حتى حيز 50%، يعني ماخذ ويدث 50% مش على عرض الشاشة زي الهوريزنتال رول الموجود عندي على عرض الشاشة. بنيجي بنتكلم الآن هذا، هل هذا حجمه مثل حجم هذا؟ لا، هذا هيد لاين ولكن مش 1، هو عبارة عن H2. طيب الكلام الموجود عندي هنا كيف ظهر بالطريقة اللي احنا أمامنا؟ في الطبيعي لما كنا بنشتغل احنا على الباراجراف، الباراجراف بتيجي كتلة واحدة زي هذه، هذه باراجراف وهذه باراجراف. طب هذا الكلام عبارة عن مين؟ عبارة عن بري اللي هو ايش؟ الكود اللي احنا اخذناه هذا اللي هو البري اللي هو بري فورماتد تكست، عفوا. بنيجي بنرجع نتكلم، يعني اصبح هذا عبارة عن بري فورماتد تكست. طيب بننزل تحت الان، هذا هوريزنتال رول ايضا. طيب الكلام اللي بده يجي بعدها دكتور غزال تيتشنج اكسبيرينس، هذا عباره عن H2، برضه عباره عن H2. طيب بندخل الان، هذا الكلام كله عباره عن باراجراف، في داخل الباراجراف زي ما احنا تفضلنا وحكينا انه ال HTML عباره عن نستد اليمنت، يعني الان تخيل الكلام هذا كله قبله بي تاج وبعده كلوز تاج للبي. طيب للباراجراف، اول شيء نيجي نتكلم الدكتور غزال بولد، طب ايش حطينا؟ هذه عباره عن سترونج او بي. لاحظوا معايا، سواء كانت سترونج تاج او بي تاج في كلاهم حيطلع نفس الناتج، يعني حيطلع خط عريض. الان لما نيجي نبرمج حنقول وقت ايش بنستخدم السترونج وقت ايش حنستخدم البي او البي عفوا اللي هو البولد. بنيجي هنا نتكلم تيتش، تيتش هذه عباره عن مين؟ عن خط مائل، اما يكون امفسايز اللي هو اي ام تاج او ايتاليك تاج اللي هو الايتاليك اللي هو التكست تاج اللي هو المائل، خط المائل اللي بده يجي. طيب في كلاهم حيكون نفس الناتج، ولكن في فرق بين الاي ام وبين الاي، حنحكي فيه عند ما نيجي نبرمج في الاثنين. طيب بنيجي بنتكلم الكلام هذا الثاني، وبنصل عند مين؟ عند الويب ديزاين لانجوج، هذا عباره عن مارك تاج. المارك تاج ايش قلنا؟ قلنا هي عباره عن مؤثر بيوضع على النص اللي بيكون بين المارك اوبن تاج والمارك كلوز تاج، بيكون في خلفيته صفراء ولون الخط اسمر. طيب هذا الكلام بالنسبه للمارك تاج، قلنا انه هو عباره عن ابراز للنص في سياق معين.
such as HTML هذه عبارة عن del delete tag يعني صار فيها إلها شطب أو صار إلها حذف أو صار فيها إيش الخط اللي بيجي في النص وكأنه حذفنا ال HTML انتهت ال HTML ورحنا وضعنا جنبه إيش insert لا هذا مش insert عفوا insert CSS 3 اللي هو بيجي تحته خط الانسيرت هذا نص عادي طيب أصبح الفرق بين الديليت إنه بيحذف والانسيرت بيجي تحته خط بنيجي بنكمل الكلام هذا نفس الكلام اللي حكيناه في المارك بننزل تحت برضو هذا عبارة عن اتش 2 هنا بنحكي عن سترونج أو بي اللي هو البولد الثانية هذه عبارة عن قلنا نفس القصة هي عبارة عن إمفسايز أو إيتاليك اللي هو الحرف الآي تاج بنيجي نفس القصة أوفيشال تيتشنج نفس الفكرة هنا بنتكلم أيوان هنا بنحكي عن السمول هنا إجينا عن مين؟ عن السمول إجينا في السياق وجدنا إنه إحنا لا هذا صغر عن السياق وهذا أيضا صغر عن السياق وهذا صغر عن السياق أصبح استخدمنا هنا وهنا وهنا استخدمنا سمول وممكن يكون في تداخل في الاستخدام لانه دير بالكم السمول هذه اصغر من السمول هذه اصبح هذا السياق العادي حجم الخط عادي هذا حجم الخط صغر وهذا الحجم الخط صغر عن الحجم الخط الصغير هذا وضحت كيف الصوره كل واحده لها سياق معين في السمول وكأن انا بصغر هذه عن هذه وبصغر هذه عن هذا طيب بننزل تاني باي ايضا نفس القصة شايفين هنا عبارة عن اتش 2 بنيجي هنا برضو بولد اما كذا السترونج او بي تاج بنيجي هنا عبارة عن اما ايتاليك او امفيسايز اللي هو الاي ام تاج نفس القصة في البروفيشنال بيزنس ديفلوبر بنخلص الكلام هذا بننزل على الفقرة اللي بعدها قبل الفقرة في عندي اتش 2 لاحظوا الاتش 2 بتنفصل عن السابق وبتنفصل عن القادم لها ايش بده يكون فيها؟ بده يكون فيها الفقرة التالية، هاي المؤثر هنا اما بولد او سترونج، هنا اما بولد او سترونج. بنيجي هنا في هايلايت اللي هو استخدمنا المارك بحيث انه نعمل ايش؟ هايلايتنج او بنعمل ابراز باللون الخلفية للكلمة هذه ولون الخط. بنيجي هنا بنتكلم انسيرت، هنا في ديليت ديل، هنا في انسيرت، في ديليت. بننزل تحت ايضا هنا في نتكلم عن ال H2 ايضا في عندي H2 هنا اللي هو reference says ايش قالوا عن الدكتور غزال هنا ايوه دخلنا في البلوك كوت اللي هو ايش الاقتباسات او الكوتيشن انه كيف بنستخدم الحرف الكيو حتى نبرز الكوتيشن هذا اللي هو الدبل كوتيشن وكيف بده يكون الخط هذا كله او النص هذا كله عباره عن بلوك كوت وكانه كلام مقتبس من مصدر معين، كيف عرفته؟ عرفته من خلال الخاصيه اللي اخذها، اخذ خاصيه تباعد عن السياق، دخل جوا شويه، اخذ مارجن شويه عن السياق وتباعد عن السياق وتباعد عن الاعلى والاسفل له. طيب بننزل في الاخر نلاقي برضو هنا H2 فيها دكتور غزال official address العنوان الرئيسي للدكتور غزال هي موجود عندي عبارة عن written by كذا هذا كله عبارة عن address اللي هو address tag كيف احنا نبرز address tag أصبح كل ما ذكر هنا بنرجع هنا كل ما ذكر هنا من bold ومن important text اللي هو strong ومن italic والemphasize والmark والsmall والdill والinsert وال لا الصب ما لقيناهاش الصب او السوبر ما لقيناهمش التنتين ما لقيناهمش السايت برضه لقينا السايت والبلوك كوت والكيو والادرس تقريبا كلها هذه الامور وبالاضافه للهوريزنتال رول برضه وجدناها والبري فورماتد تكست برضه وجدناها من خلال المثال اللي استعرضناه معاكم على البراوزر في هذا الدرس بنكتفي بهذا الدرس بهذا القدر حتى ما نملش ونتحمس للدرس القادم حتى نعمل الكود بايدينا الدرس القادم حنفتح الكود وبالمناسبه حتجدوا في داخل هذا الدرس او في الديسكريبشن لهذا الدرس حتلاقوا النص اللي انا كتبته مجرد بدون اي مؤثرات حتى تعملوا كوبي كامل للنص وتحطوه على السبلايم تكست او على المحرر اللي انتم بتستخدموه وتبلشوا تشتغلوا معايا خطوه خطوه حسب اللي احنا فعلا شفناه وحسب اللي تعلمناه وحسب التاجز هذه كلها حنأسس شغل من جديد ونتعلم كيف نستخدم هذه التاجز على النصوص الموجوده ومكتوبه ومجرده. هيك بنكتفي بهذا القدر لهذا اليوم وان شاء الله يكون هذا الدرس اعجبكم واتمنى انكم
تدونوا هذه الملاحظات وهذه التاجز وتبدأوا تحفظوا في التاجز هذه، ويكون عندكم ملاحظات موجودة ومكتوبة، وتستعدوا للدرس القادم حيكون الدرس العملي معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.